انتوا يا جدعان انتوا يا جدعان استعيد يلا سيوا ارجع ارجع اتشرب علي تنزل خليك يا جدعان يا نهار اسود يا جدعان والنبي والله ما عارف ايه اللي بيحصل لنا يا جدعان شعروا الفيديوهات دي في كل مكان بالله عليكم بالله عليكم يا جدعان مش عارف بيحصل لنا ايه اللي ابتديت تاخده دلوقتي اللي ابتديت تاخده انا حرام من ديني ما نجيبه تعال اهدى لا 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 تعال تعال يلا يا حمدوش تعال انا ابعد ابعد يا اسطى خلي ده يعدي تعال سيف سيف هو بيعمل كده ليه عامل زوم عليه يا اسطى عجوز انت عملت فيهم يا عجوز يا عجوز بالله عليك يا عجوز ارجع بالله ارجع ارجع ايه ده ايه ده بقى ده خرخره هياخدوك انت كمان والنبي بالله عليك يا جدعان محد يهرب منه بالله عليك يا جدعان محد يهرب منه ارجع ارجع ما حدش يهرب منه يا جدعان مش عارف نتصرف ازاي لا استنى يا جدعان ما حدش يهرب في ايده سلاح في ايده سلاح والمصحف في ايده سلاح تعالوا خلينا كلنا في يوم واحد تعالوا ابيسو عدى عدى فتى عدى كركر والنبي والنبي عدى عدى تعالوا تعالوا هنا محدش يروح تعال تعالوا تعال هنا يا ابني تعال هنا تعال قرب بقول لك ما دخلوا كل المسرحه اهدى بس اهدى اهدى بالله اهدى بالله عليكم اسمعوني 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 يا سيدي يا ابني لا اسمعني بس اسمعني ابويا اسمعني يا جدعان المفروض انا مش عارف اعمل ازاي زي ما انت شفت يا جدعان المفروض ان السيد يتاخد واحمد وخاب يتاخد والعجوز بمعنى الكلمه حرفيا هنا حياتنا كلنا يا رجاله بصوا اسمعوني بالله عليكم تعالوا كده قربوا بالله عليكم يا جدعان دلوقتي اللي حد اما حد بيقرب يا جدعان من العجوز بصوا يا جدعان على عباله بتبرع وعاد الله انا خايف يا جدعان وعاد الله انا مرعوب يا جدعان وعاد الله العجوز ايه ده بنسمع لا اسمع هقول لك ايه الاول ما تهجمش ما تهجمش بالله عليك يا جدعان بمعنى الكلمه بمعنى الكلمه اسمع يا ابني يا جدعان بمعنى الكلمه العجوز هينا حياتنا كلها خلي بالك لحد بس يجي يضرب علينا يا جدعان العجوز هينا حياتنا كلنا زي ما انت شفت المفروض ان هو بياخد واحد واحد خد احمد اخويا وخد السيد وليد انا مش عارف حمل ايه في السيد وليد يا جدعان وشفت الرسمه اللي اتعملت في السيد وليد دي يا جدعان انا مش فاهم اللي بيحصل وشفته في الفيديو اللي فات الرسمه في وش احمد اخويا مش عارف ايه الرسومات اللي بتحصل دي يا جدعان زي ما انتوا شايفين المفروض ان دي حاجات جن يعني وكده عزو لا اشترى وقعد لك ده انا خايف وبعرف اتصرف ازاي قلت اجيب ناس كتير ونبقى مع بعض ونقف كلنا مع بعض زي ما انتوا شايفين المفروض ان هو بياخدنا واحد واحد بالدور يا جدعان بالله عليك كل مش مستغنى عن حياته ما يقربش منه يا باشا انا بالله عليكم بس ما حد يقرب منه والله يا بيس بس انا بقول لك دلوقتي اهم حاجه اسمع باذن الله لا 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 اهم حاجه اسمع بقى اسمع بس طب يا جدعان المفروض ان احنا كده عايزين مواد قران حد يقرا لنا عليها قران يكون شيخ كده يقرا لنا عليها قران والفيديو الجاي نيجي ويعني نيجي بالنهار ونرش في المكان ده عشان ايه مش عارف اتصرف ازاي طب احنا دلوقتي عايزين نشوفهم بس بيعملوا ايه دلوقتي نشوف ايه اللي بيحصل اهدى بس محدش يطلع كلنا اطلع اطلع بس من فوق من على قش من اهو انا بس اطلع فوق معايا هات الكاميرا واطلع اهدى يا ابني استغفر الله من جنب من هو من ورا القش بس اشوفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدى العجوز فين العجوز فين اهو 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 عجوز ارجع 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 اعمل زوم على دول دول سيبك من ده عم سيبك من ده ما ترجعش الزوم ورا قوي كده بس ما تجيبوش عندنا بص بص بيبرق ازاي ارجع ارجع تعالى تعالى شعراوي تعالى شعراوي ارجع ارجع تعالى تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا ايه حد بره حد بره تعال بص بص قطة قطة غريبة ازاي قطة غريبة بص بص سامعين الصوت ده سامع ارجع ارجع اسمع بص واخد عني اللمبة دي كانت شغالة دلوقتي اللمبة طفت عجوز
عبور انتوا عارفين احنا الساعه 3 بيس راح فين ايه ده الساعه 3 بيس راح فين اسايه اسايه ده ما ينفعش اللي بيحصل ده لازم تيجي معانا ايه ده معلش ايدي اتكسرت ايدي اتكسرت ايدي اتكسرت وريني انا في ايدي اتكسرت منين 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 ايدي من هو بص بص الوحيد انا عادلها بص على ايدي ورمت ازاي شاطول ليه شاطول حته دبوسه فيها سم اسكت تعالى انت بتعمل كده ليه يا ابني يا ابني بالله عليك انت بتعمل كده ليه؟ ولا العجوز بيعور بيته وارجع اجري بس لو كنت بتنزلوا في البيت الله يخرب بيوتنا حاسس ان حد احسن منك سيد سيد لو انك سيد ولا ايه اللي بيحصل ده ارجع ما تخشوش مش عارف اعمل ايه والله ما عارف اعمل ايه اهدوا يا ابن الحجار